السلام عليكم، مرحبا. أنا اسمي أولا، أنا 23 سنة، أنا من أوكرانيا ترنوبل، وأنا من أوكرانيا بس بحب اللغة المصرية أوي أوي جدا. وإيه تاني؟ وأنا عندي أخت وأمي وبابا وأبويا، وكمان عندي قطة هي جامدة موت، وهي وأنا بموت فيها، وهي اسمها بوسكا، وهي 3 سنة وبموت فيها، هي زي بنتي والله. بس انا ما عنديش على اولاد دلوقتي الحمد لله. انا اكيد عايزة على اولاد وكتير ان شاء الله، زي 3 أو 4 ممكن، معرفش. بس انا عايزة بس مش دلوقتي، عشان انا لسه صغيرة، صغيرة للحب يعني. في المدرسة انا كنت طالبة حلوة يعني، كنت احب انجليزي اوي اوي جدا. انا احبه ايه، شو بحب تفاح وخوخ وبطيخة، وبموت في الموز والمانجا، وبحب عنب احمر واصفر، وأحبه وبحب رقم 26. وماله يعني، حلو ده رقم حلو وماله. وكمان أحبه عمرو دياب، وأحبه بحب محمد حماكي، وهيثم شاكر، هو صوته حلو موت، وهو زي العسل والله، بموت فيه. هو ده من مصرين يعني. وكمان بحب إليسا وهيفا ونانسي عجرم وسعاد حسني، هي مزة قوي وكتير جميلة. ماشي، rest in peace. ما عرفش ازاي ده بالمصري. ماشي. بحب اسود وابيض وبينك، بس ما عرفش اسمه ايه بينك بالمصري. وبحب يوم الخميس، وبحب ابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس، وخلاص وما فيش حاجة تاني. وعايزة سافر، معرفش ده صح ومش صح، عايزة سافر أكثر، معرفش، إلى إيطاليا وفرنسا ولبنان إن شاء الله، ومصر تاني وتاني ومرة تانية، عشان عملي
دايما كان يا بلادي اني ارجع لك يا بلادي، وهفضل دايما جنبك على طول ان شاء الله. وما بحبش ايه، وما بحبش برتقالة، وما بحبش بصل، وما بحبش اخضر واحمر، وما بحبش، لا خلاص مش هقول، مش هقول secret. وكمان ما بحبش قوي نسوانجية، ما بحبش يعني عشان هما مش حلوين وبس. وشكرا for being معايا for this 6 minutes. I hope I haven't destroyed your language that much. I hope that you understood what I actually meant to say. And يعني خلاص وبس، ما فيش حاجة تانية وانا هقول تاني، ما فيش يعني. شكرا for attention، وشكرا for being معايا، ومع السلامة. باي باي.